المحاضرة الماضية احنا تكلمنا او بدينا في المحاضرة الماضية حديثنا عن الاكتيفيتي دايجرامز، وحكينا الاكتيفيتي دايجرام هو بوصف الفلو اوف كنترول داخل برنامج او لبيهيفير معين، وهو بتكون من نتورك اوف نودز كونكتد باي ايدجز، وهاي النتورك بتبدا بانيشال نود وبتنتهي بفاينل نود. يعني انا بوصف البيهيفير كيف بيمشي، وقسمت البيهيفير انا لمجموعه من الاكشنز اذا بتتذكروا، وكل اكشن هو عباره عن اكتيفيتي معين او ميثود او اوبريشن او بيهيفير معين. فالاكتيفيتي لا يعني مثلا ليوز كيس او لميثود معين هي مجموعه من الاكشنز. كيف البرنامج بتنفذ line by line أو statement by statement، ونفس الشيء الـ activity diagram أنا بوصف الـ behavior an action by action، والـ action هو عبارة عن atomic unit of work. atomic يعني أنا ما بقدر أقسم أكثر من هيك، يعني هاي هي خلينا نحكي الجزئية الأساسية اللي بتكون منها الـ flow of events أو الـ flow of actions أو الـ flow of execution. يعني أنا بنفذ statement معين في البرنامج، أوكي؟ وطبعاً قلنا ممكن هي بتتراوح حسب الكومبلكسيتي، ممكن تكون activity كاملة، ممكن تكون method، ممكن تكون just simple statement أو simple action، أوكي؟ حسب الكومبلكسيتي للmodel أو للbehavior اللي بدي أعمل له modeling. فكان أول نوع من أنواع الactions اللي هو الـ call action node. إذا منذكركم فيه، فهذا كان activity diagram to send a letter، وهاي الدائرة السوداء قلنا هاي الانيشال نود اللي بيبدأ منها الاكسكيوشن، ومن ثم الايدج بينقلني على أول، هاي سميتها action node أو call action node، على أول action بتنفذ داخل هاي الactivity اللي هو كان writing letter. مجرد ما انتهي من writing letter الادج بينقلني على second action node اللي هي address letter، بعدين الادج بينقلني على post letter، بعدين بعد ما اخلص post letter رحت على هاي final node. فاول نوع من انواع النودز حكينا اللي هي call action node، توقفنا هون في المحاضرة الماضية. طبعا call action node اللي هي يعني اكثر النودز اللي راح استخدمها في الاكتيفيتي دايجرام، طبعا بالاضافه للكنترول نود. الكول اكشن نود، الكنترول نود راح نحكي عنها كمان شوي. الكول اكشن نود زي ما حكينا قبل شوي اللي هو بتوصف الاكتيفيتي او البيهيفير او الاوبريشن، وهذا هو الموست كومن تايب اوف اكشن نود. طبعا بالنسبه يعني بالاضافه للكول اكشن نود انا في عندي يعني ثلاث انواع اضافيه من الاكشن نود. اول نوع بعد الكول اكشن نود اللي هو السند سيجنال اكشن نود والاكسبت ايفنت اكشن نود. السند سيجنال زي ما انا شايف اشاره المستطيل، وفي عليها على الجنب زي اشاره المثلث، اوكي؟ هاي بسميها سند سيجنال. والنوع الثاني اللي هو الاكسبت ايفنت اكشن نود زي ما انا شايف هي اشاره مستطيل، لكن على الجنب فيها زي مثلث داخل لجوا، فهذا send signal وهذا accept event أو accept signal. أوكي؟ فsend signal action node هاي تستخدم to send the signals asynchronously. شو يعني asynchronous؟ سمعتوا بمصطلح asynchronous؟ طب سمعتوا بمصطلح، هي عكس طبعا synchronous. سمعتوا بمصطلح synchronous؟ طيب خليني نيجي للترجمة اللغوية. لو رحت فتحت القاموس انت ودورت على معنى synchronous، synchronous حتلقى انه متزامن غير متزامن. عندي متزامن وفي عندي غير متزامن. طيب خليني اعطيكم مثالين بسيطات وانتم جاوبوا لي عليهم، يعني من العملية من حياتنا الواقعية شو بصير معنا. هلا لما تيجي انت تكتب برنامج، انتوا اخذتوا سي بلس بلس واخذتوا جافا ولا ما عندكم؟ ناخذ هذا الفصل. جميل جميل. لنفترض انت اخذت يعني برنامج باي لغه،
فالبرنامج بتنفذ statement by statement. لنفترض أنه البرنامج يا جماعة فيه الستيتمنت التالية، هاي في عندي الستيتمنت واحد أنه read، بدي أكتب بالسودو كود أساس ما تقولوا ليش لغة معينة، read A، أنا بالسي بلس بلس مكتوبها CN ها؟ وبالجافا بنكتبها scanner object، لكن أنا هنا كتبت read A as a pseudo code. step 2 A تساوي A زائد 2. statement 3 print A. طيب لو جيت أنفذ البرنامج، طبعا البرنامج بده يتنفذ statement by statement صح، سواء كان C++ ولا جافا ولا Visual Basic ولا C Sharp ولا Python، بده يتنفذ one statement by at a time. فأول statement بتيجي بقول له إيش، read A. هلا لما أجي هنا على ال command prompt، ال prompt شو بتعطيني، بيقول لي هنا أعطيني قيمة ال A. بيظل البرنامج، البرنامج ما بينفذ هاي الستيتمنت رقم اثنين صح، لانه بيضلوا ايش بيستنى مني لادخل قيمه الفاريبل اللي اسمه A صح. فلنفترض قلت له 3 وبعدين كبست انتر اوكي. هلا مجرد ما اعطيته القيمه 3 وكبست انتر شو راح يصير، صارت قيمه A تساوي 3 صح، وبعدين البرنامج بده ينتقل لتنفيذ اي ستيتمنت، ستيتمنت رقم 2 اللي اي تي زد بالضبط، اي تساوي اي زائد 2 هاي ها اوكي. طيب فصارت قيمه، لا مجرد ما انتهى من تنفيذ هاي الستيتمنت صارت قيمه الاي تساوي 5، بعدين على طول بينتقل ستيتمنت رقم وبيطبع 5 جميل. هذا مثال بنشوفه بحياتنا العملية كل يوم. النقطة هون إنه البرنامج لما يجي يقولنا ينفذ أول statement، هلأ هو ما بينتقل لتنفيذ statement رقم اثنين إلا بيظلوا يستنى، بيظلوا يستنى حتى لو ظليت نص ساعة، أنا بيظلوا يستنى لأدخل integer value او مثلا numeric value اكبس انتر صح ولا لا. هلا اذا ما دخلت هاي القيمه شو راح يصير في البرنامج، راح يضل يستنى صح، كلامي صحيح ولا في شيء غلط؟ مزبوط تمام. هذا بسميه synchronous execution. ليش synchronous؟ لانه انا ما بنتقل من one statement للnext statement إلا لما أكون كملت أوكي؟ هذا synchronous event يتطلب التزامن أوكي؟ يعني الزمن مهم عندي، يعني لازم أخلص هاي الستيتمنت وينتهي الإكسيكيوشن تبعها، بعدين بنتقل لهاي الستيتمنت أوكي؟ بعدين بعد ما أخلص الستيتمنت رقم 2 بنتقل على الستيتمنت رقم 3. هل من المعقول انه انا قبل ما ادخل قيمه للاي واكبس انتر البرنامج ينتقل على الستيتمنت رقم 2؟ مستحيل صح ولا لا؟ ليش؟ لانه هذا البرنامج له سينكرونس اكسكيوشن تمام. متفقين على هذا الشيء يا شباب؟ متفقين ولا لا؟ تمام انا مش عمالي بسمع، مش عمالي انا على فكره سينكرونس بستنى منكم السيجنال لا تقولوا لي تمام لا امشي للنكست بوينت. فهذا كمان مثال اوكي. طيب بدي اظلني معلق انا، اذا ما قلتوا لي تمام بدي اظلني اشرح نفس النقطه. طيب لنفترض هيني انا هنا عملت اسكيب، عملت اسكيب اوكي، وجيت رحت هنا على فايل وبعدين كبست برنت اوكي. ولاحظوا هنا بدي أطبع مثلاً، بدي أطبع الكرنت سلايد وكبست برنت هنا، هاي كبست عمالي بطبع بداي، ورجعت هنا عملت إيش؟ عرض للسلايدز. شو اللي صار عندي هون؟
أنا شوفوا لما أعطيت الأوردر للطباعة ما البرنامج طبعاً أنتوا عارفين إنه الطابعة بتأخذ وقت لتطبع، ما هي أول شيء بتحمي صح ولا لا، وبتجهز الحبر وبتعمل البيبر هاي بتجهزها، بتعرفوا يعني هاي شغل ميكانيكي. هاي شوف هسه طلعت معاي، شايفين الشاشة هسه طلعت معاي إنه البرينتر إز ريدي وخلص الطباعة الآن، تمام؟ طولت العملية، بس أنا مجرد ما عملت أمر طباعة ما استنيت لأمر الطباعة إنه يتم، أوكي؟ خلص قلت للطابعة هذا أمر الطباعة وأنت اطبع الورقة زي ما بدك وخذ وقتك اللي بدك إياه بالطباعة. وأنا على طول رجعت وشو عملت؟ عملت عرض للسلايدز مرة ثانية وكملت شغلي. وهذا نفس الشيء بصير معاك لما تعملوا مثلاً أنتوا تفتحوا برنامج وورد وتكون بتكتب ببرنامج الوورد. تخيل حالك أنك عملت أمر طباعة، المفروض أنه يأخذ أمر الطباعة وتقدر تكمل شغلك. هلأ تخيل حالك أنك عملت أمر الطباعة وكان الإكسكيوشن سينكروناس زي ما شفنا قبل شوي بمثال تنفيذ البرنامج الستيتمنت باي ستيتمنت. بالحالة هاي انت مش راح تقدر تكمل شغل على برنامج الوورد، ولا تقدر تعمل حفظ، ولا بتقدر تعمل اي شيء. بدك تستنى للطابعة تكمل طباعة الورقة، واذا ما كانش فيها ورقة الطابعة شو بده يصير؟ البرنامج كله بده يعلق. هذا الحكي مش معقول صح ولا لا؟ فالمصممين قالوا لا، قالوا هذا الاستدعاء لازم يكون asynchronous. شو يعني asynchronous؟ يعني انا ببعث هالسيجنال للطابعة وبقول للطابعة انت اطبعي هالورقة هاي بالوقت والتايم تبعك. انا التايم تبعي الاكسكيوشن له مختلف عن الاكسكيوشن تايم للطابعة. asynchronous غير متزامن. انا ادي السي بي يو كلوك الخاص فيي وبنفذ البرنامج على كيفي، وانت خذ هذا الامر واطبعه زي ما بدك بالتايم اللي بتشوفه مناسب. طبعا هو في كواليتي اوف سيرفيس المفروض انه يطبعها بسرعه، بس احنا بنحكي انه كل واحد بيشتغل بالساعه الزمنيه مختلفه او بالساعه الزمنيه الخاصه فيه. هذا بسميه asynchronous execution، انه اللي بيستدعي الاكشن اللي بيبعث الاكشن اللي بيقول له سوي لي كذا ما بيستنى هذا الامر خلينا نحكي ليتم، بيكمل شغله عادي. هو بيبعث الطلب وبيكمل شغله بدون ما يستنى الرد، بدون ما يستنى الرد. هلا بالبرنامج لما بدي عملت الميثود انفوكيشن، لما بدك تكتب برنامج مثلا هنا، لو نيجي مره ثانيه هذا مثال أوضح. قلت الجملة واحد نفذ لي مثلا read A، أو بديش أقول لك read A، الجملة واحد A تساوي واحد، والجملة اثنين استدعي لي السكوير روت للواحد. هذا method، أوكي؟ والجملة ثلاث اطبع كذا. هلا بنفذ الستيتمنت واحد بعدين بروح على الستيتمنت اثنين، الستيتمنت اثنين استدعت الميثود اللي هو السكوير روت، فبيروح بنفذ طبعا هذا الميثود. مجرد ما خلص تنفيذ هذا الميثود بيرد بنتقل على الستيتمنت 3. اذا ما خلص تنفيذ الميثود ما بينتقل على الستيتمنت، بيضل يستنى لغايه ما اكمل تنفيذ الميثود بعدين بنتقل على الستيتمنت 3. مش هذا اللي بيصير معاكم انتم لما تكتبوا برامج؟ هذا بسميه سينكرونس اكسكيوشن. لكن بمثال الطابعه أنا كنت بنفذ أكشن، بعدين عطيت أمر طباعة. أنا مجرد ما عطيت أمر طباعة أنا بكمل تنفيذ البرنامج بشكل طبيعي، أوكي؟ لكن أمر الطباعة بروح على الطابعة والطابعة بتنفذه بالوقت اللي بتشوفه مناسب. فهذا بسميه asynchronous execution. جملة استدعاء الميثود الـ asynchronous هذا، أو سميها يعني بديش أقول ميثود، هو ممكن يكون ميثود، ممكن يكون اكشن، ممكن يكون امر، ممكن يكون يعني other thing. فهذا بسميه send signal action، وهذا النوتيشن له او الستاندرد نوتيشن له في UML والخاص خلينا نحكي
بالاكتيفيتي دايجرام. فهذا النوتيشن انه هذا الاوردر ايفنت هذا انا عمالي ببعث سند سيجنال اكشن، لكن هاي السيجنال انبعثت بطريقه اسينكرونس، انا ما بستنى الرد، خلاص بعثت السيجنال هذا وانت دبر حالك وانا بكمل الاكسكيوشن. تمام يا شباب؟ تمام. وصلت. طيب هلا اللي بيستقبل هاي السيجنال، ما هو انا بعثت السيجنال هنا صح، البرنامج اللي بيستقبل هذا السيجنال بده يكون فيه هذا النود، هذا الاكشن نود اللي هو accept event action. هذا accept event action هذا النوتيشن له، هذا بيستنى event معين. اوكي، هو عامل زي listener وبيستنى event معين ليصير. مجرد ما اجى هالسيجنال هذا بيكمل execution، بنتقل للخطوة اللي بعدها. فهذا النود بسميه accept event action، فالطابعة عندها هل accept event action. اوكي، طبعا انا ممكن اكتب برامج برضو كمان software، ومش شرط بس انه الطابعة، لا الطابعة لانها ميكانيكية فبتاخذ وقت طويل، بس برضو كمان البرامج ممكن انها to accept event action. اوكي، فالaccept event action انا هون بستنى سيجنال معينة تجيني من برنامج معين. فهذا يعني مرات بيسموه listener في لغات البرمجة، انك you implement a listener. اوكي، طبعا مش شرط انه يكون الايفنت هذا عبارة عن asynchronous signal message، ممكن يكون برضو كمان time event، بس time event في اليوم قال له خلينا نحكي notation خاص له هذا الاشارة اللي هم المثلثين هذول اللي على رؤوس بعض. فممكن يكون time event طبعا بده يكون له time expression. time expression ممكن يكون a specific time، انه بقول له end of month او end of year end of day whatever it is، او ممكن يكون عنده time interval، بقول له استنى 30 دقيقه، استنى ساعه، استنى شهر، استنى يوم or whatever it is. اوكي، فممكن يكون انا accept event action فبده يكون شكله بالشكل هذا، او ممكن يكون accept time event action. بالحاله هاي بدي اكتب انا time expression. هلا هون بالحاله هاي هو بيستنى signal action بعثها واحد عن طريق يعني بشكل asynchronous، او هنا انا I accept time event action. هذا time event بتنفذ يا اما ب specific time او ممكن يعني داخل او بعد time interval. فبقول له مثلا هنا wait 30 minutes او wait 1 week whatever it is، او ممكن انه at a specific time بقول له at the end of month او end of month occurred end of year occurred. اوكي، هذا specific time، وقت محدد بالضبط. فممكن انا اكتب time expression. واضحه شو انواع type of action nodes؟ نشوف مثال. هذا مثال للـ ATM. نرجع لمثال الـ ATM. لاحظوا هذا الـ Activity Diagram لمين؟ للـ Validate Card. الـ Validate Card. طبعاً في بعض الأحيان أنا يعني بعض الـ Activity Diagram راح تشوفوا ما فيها اللي هي الـ Initial Node. أوكي، هاي الـ Initial Node مش موجودة. لكن شو موجود عندي؟ على البوردر على حد هذا الاكتيفيتي انا راسم اشاره المربع وقلت له هذا كارد ديتيلز، هذا عباره عن انبوت اوبجكت. اوكي، مجرد ما اخذت هذا الانبوت ببدا تنفيذ هالاكتيفيتي دايجرام. فمجرد ما اعطيت للبرنامج الكارد ديتيلز، طبعا لما اقول الكارد ديتيلز فيها خلينا نحكي رقم البطاقة والتاريخ وكل المعلومات إذا اللي بتتذكروا اللي قلنا encoded على الماجنتيك ستريب at the back of the credit card. أوكي، فمجرد ما حصلت الكارد ديتيلز، لاحظوا هاي أول action node بتتنفذ إنه enter pin، بطلب من اليوزر إنه يدخل البين نمبر وبستنده. مجرد ما دخل اليوزر البين نمبر وضغط انتر، انا بنتقل هذا الادج زي ما انتم شايفين نقلني على النكست اكشن نود، والنكست اكشن نود زي ما انا شايف
هي عبارة عن send signal action node. هلا send signal action node ليش ضرورية هون؟ لأنه أنا بعثت رسالة لمين؟ للcentral server. هلا معلومات البطاقة والcustomer والpassword مش مخزنة على جهاز الـ ATM نفسه. وين مخزنة؟ مخزنة في السيرفر الأساسي اللي موجود في البنك، صح؟ حتى إذا بتشوفوا أنا ممكن أروح مثلاً على بنك ثاني، على صراف صراف آلي لبنك ثاني، ATM لبنك ثاني، وأسحب من بنك مختلف، تمام؟ ففي الحالة هاي هذا الـ Action Node بيأخذ الـ PIN Number وبيأخذ الـ Card Details as an Input وبيبعثهم في مسج سيجنال لمين؟ للبنك المعني، وبقول له والله تأكد لي من هاي المعلومات، أنا إجتني البطاقة اللي رقمها 1 2 3 4 5 6 7 واللي تاريخ انتهائها شهر 7 2022 واللي البين نمبر إلها 5 4 2 1، أوكي؟ يتأكد لي هاي البطاقة valid ولا لا، أوكي؟ فبالحالة هاي مجرد ما بعثت السيجنال أنا بنتقل the next action node. طبعا next action node لاحظوا بالحالة هاي هي accept event، صدفة انها accept event، انا بستنى رد، بستنى رد من مين؟ من central server، يقول لي انه هل البطاقة هاي authorized or not. تمام يا شباب؟ بمثال الطباعة انا بعثت امر الطباعة وما استنيتش signal، خلص بيشوف هاليوزر الورقة بتطلع على الطابعة، لكن بالمثال هذا أنا لأني يعني كان بعد السند سيجنال أكسبت إيفنت، ليش؟ لأنه أنا بعثت يعني authorization request event وبستنى الريسبونس، بدي أشوف هل البطاقة هاي صحيحة ولا مش صحيحة. فالأكسبت إيفنت كانت هي الرد على authorization request، بدي أشوف إذا البطاقة authorized or not. دكتور تفضل. سؤال بس، يعني فضل. انا افهم الموضوع انه الاذرايزيشن ايفنت هو اللي مثلا المذر بورد بالشيء، يعني هو اللي بيتحكم انه او لا، مثلا انه هذا النهايه المعلومات صحيحه ولا لا ولا كيف. لا لا، شوف هون الاذرايزيشن ريكويست ايفنت هاي الحاله الاولى، هاي الاكشن الاول، شايفوا هذا؟ تمام. هذا أنا ببعث فيه البين نمبر والكارد ديتيلز، ببعثهم للسنترال سيرفر. مثلا أنا في بنك القاهرة عمان واستخدمت هالATM ماشين ودخلت عليها البطاقة، فالصراف الآلي شو بياخذ؟ بياخذ معلومات البطاقة وبياخذ البين نمبر اللي أنا دخلته وبيبعثهم، بيقول البطاقة هاي تابعة لبنك القاهرة عمان، فبيبعث رسالة للفرع الرئيسي لبنك القاهرة عمان للسنترال سيرفر تبعهم، بقول لهم هاي البطاقة اللي رقمها 1 2 3 4 5 6 7 واللي تاريخ الانتهاء تبعها اللي هو شهر 3 2022 والبين نمبر اللي لها 1 2 3 5، هل البطاقة هاي صحيحة ولا لا؟ هاي المعلومات اللي بده إياها السنترال سيرفر تو فاليديت الكارد، صح؟ هلا هذا الأكسبت إيفنت، هذا الأكسبت إيفنت، هلا هنا الرسالة هاي راحت، هاي رسالة أوكي، وراحت لبنك القاهرة عمان الفرع الرئيسي، وهنا بيعملها validation بشكل معين، هو عنده method خاصة فيه، أوكي؟ في عنده هنا accept event، والaccept event بتشوف الcard details مع الpin number، وبتعملها validation، بتقول له تأكد، طلع من قاعدة البيانات اللي موجودة عندي، وبعدين شو بتعمل؟ بتعمل send للsignal، هذا بتعمل send للsignal للمين؟ للATM اللي طلب. فالATM هو accept الايفنت، بستنى، قاعد بستنى للاوثرايزيشن ايفنت، اوكي؟ فهذا بعث له اوثرايزيشن ايفنت، قال له انه هاي البطاقه valid او هاي البطاقه authorized او هاي البطاقه not authorized، اوكي؟ فهون الاي تي ام قاعد بيستنى الرساله من مين؟ من السنترال سيرفر. مجرد ما وصلته الرساله بيعملها بروسيسنج، فهو هون وصله اوثرايزيشن ايفنت. وصلت الفكرة؟ تمام دكتور، تمام. فهو وصلوا الرد هنا، أنا سميته event، هلأ ممكن واحد ثاني يسميه response، أوكي؟ ممكن واحد ثاني يسميه reply whatever it is، يعني بغض النظر.
فبس هو يعني الستاندرد نيم له ايفنت بس سميه الاسم اللي بدك اياه. انا والله اللي شوي عجبني انه هي طلع فيه عمليه ثانيه خارج الرسم اللي احنا قاعد ندرس عليه. That's absolutely fine. هو انت يعني بعث له واحد وهو بعث لك رد. تمام بالضبط ده هذا اللي عجبني بس في الاخرين. ممتاز، لا عادي ما في مشكله. تمام، هلا الرد هذا أنا ما بعرف، ممكن يكون الرد هذا إيجابي إنه البطاقة authorized صحيحة، وممكن يكون الرد سلبي إنه البطاقة غير صحيحة. تمام؟ فلاحظوا هنا هذا إشارة المعين. إشارة المعين يا شباب هاي عبارة عن control node. هذولا اللي شفناهم so far هذولا عبارة عن action node، لكن هاي control node، هاي بتتحكم في الفلو، هاي زي الاف ستيتمنت او زي السويتش ستيتمنت. فلاحظوا الكنترول نود بيطلع منها اكثر من ايدج، طبعا هنا طالع منها تو ايدجز، وكل ايدج عليه جاردنج كونديشن بين السكويرز، هذول بسميهم سكوير براكتس. فبقول اذا كان الاوثرايزيشن ايفنت هذا الريسبونس اللي حصلته انا is authorized، هي عبارة عن if statement، بقول له if the response is authorized إذا امشي بهذا البرانش، خذ هذا الإج ونفذ لي هذا الأكشن نود اللي هو authorized. Else إذا كانت الريسبونس هذا not، هاي إشارة النوت، هاي إشارة التعجب، هي إشارة not، not is authorized، إذا ما كانش authorized فنفذ لي هذا الاكشن نود اللي هو not authorized. اوكي، فاشاره عين يا شباب هاي كنترول نود، هاي زي الاف ستيتمنت. كيف الاف ستيتمنت في البرنامج تبعي؟ طبعا بالاف ستيتمنت انا ممكن يكون عندي تو برانشز، لكن ممكن يكون لها اكثر من تو برانشز، ممكن يكون ثلاث، ممكن يكون اربعه، زي الاف الس اف الس اف الس اف، او زي السويتش ستيتمنت، او سويتش، او في بعض لغات البرمجه بيسموها سيلكت ستيتمنت، لها اكثر من برانش. اوكي، فالفلو اوف ايفنتس وين بيجي، او الفلو اوف كنترول وان برانش بس. هنا هذا زي اف ستيتمنت، نعم، يا هاي او ممكن يكون عندي اكثر من برانش، اكثر من اثنين، ممكن يكون عندي ثلاث، ممكن يكون عندي اربعه، ممكن يكون عندي خمسه، بس بالمثال هذا موجود عندي اثنين، هي زي اف والس. اوكي، فحسب الاوثرايزيشن ايفنت بروح بنفذ الاكشن نود المناسب. بعدين لاحظوا وين طلعت، هنا طلعت على شيء اسمه الميرج نود. بدي الميرج نود لما بدي يكون عندي انا اكثر من برانش بدي اجمعهم مع بعض، فضروري اني اجمعهم، لازم اجمعهم، هاي زي كيف كلمه الاند اف. اوكي، فهاي بتجمع البرانشز اللي طلعت من الاف ستيتمنت او اللي سميتها الكنترول نود هون. اوكي، ومن ثم بروح على الفاينل نود وبنهي تنفيذ الاكتيفيتي دايجرام. وصلت الفكره؟ تمام، هذه كويستشن. ممتاز، فالكنترول نودز يا شباب احنا اوريدي اخذنا الانيشال نود والفاينل نود، واخذنا هاي اللي سميتها الديسيجن نود. الديسيجن انا عندي ديسيجن، والديسيجن عليه كونديشن، هو اللي بيحكمني وين اروح. فلاحظوا هنا انا ممكن اروح على هذا البرانش، هذا البرانش، او هذا البرانش، ممكن يكون عندي تو برانشز، ممكن يكون 3، ممكن يكون 4، ممكن يكون 5. هلا اذا كانوا 2 معناته انا في عندي جمله اف والس. اوكي، إذا كان ثلاث ممكن تكون الجملة if else if else أو else if. أوكي، هنا في statement، هنا statement، أو ممكن تكون زي عبارة switch statement، switch statement، وفي عند cases، أو select statement، في بعض لغات البرمجة بسموها select statement. فأنا عندي هون هاي بسميها decision node. أوكي، decision node عليها guard conditions، والبرانش هذا او الايدج اللي له الجاردنج كونديشن صحيح بمشي فيه.
اوكي. طبعا الكونديشنز المفروض انها تكون ميوتشوالي اكسكلوسيف، يعني اذا كان هذا الكونديشن ترو البقيه لازم يكونوا فولس، اذا كان هذا ترو هذا وهذا لازم يكونوا فولس. اوكي doesn't make sense انه يكون في عندي خلينا نحكي كونديشن بيغطي لي اكثر من برانش، اذروايز اذا الكونديشن بيغطي لي اكثر من برانش المفروض اني انا ادمجهم، لانه لغه البرمجه شو راح تسوي؟ راح تنفذ اول برانش منهم او اول ايدج والبقيه راح تعملهم اغنور، فبصير في عندي لوجيكال ايرور في البرنامج. الميرج نود اللي هي بعد ما اخلص زي ما شفت هنا، بعد ما اخلص الاكسكيوشن بدي اعمل لهم ميرج للايدجز اللي طلعت من اللي هم الديسيجنز. اوكي واضح الديسيجن والميرج نود هي زي جمله الاف ستيتمنت، only one edge اللي بتنفذ، one input edge اللي بتنفذ، والباقي او one output او one edge خلينا نحكي او one activity اللي هي طالعه من الديج راح تتنفذ، ممكن يكون اكثر من activity عفوا مش one activity. اوكي هي نفس عباره الاف statement او selection statement. وفي عندي control node اخر زي ما انا شايف اللي هو هذا إشارة المستطيل الأسود. لاحظوا هذا الكنترول نود بدخل له one input edge وبطلع منه أكثر من output edge، ممكن يكون اثنين، أقل شيء اثنين، ممكن يطلع ثلاث أربعة عشرة عشرين مية حسب. هذا بسميه الفورك نود. شو يعني الفورك نود؟ الفورك نود يا شباب هو بنعمل موديل ل او للفلو اوف مالتيبل كونكرنت فلوز. انا في عندي كونكرنت اكسكيوشن، سمعتوا بالكونكرنت اكسكيوشن او البارالل اكسكيوشن؟ لا. طيب تمام ممتاز. طب خليني اسالكم هالسؤال، هلا لو انا عندي كتبت برنامج بلغه الجافا وهذا البرنامج فيه الستيتمنت الأولى والستيتمنت الثانية والثالثة والرابعة ولغاية الستيتمنت رقم 1000، أوكي هذا برنامج بلغة مثلا جافا أو سي بلس بلس وريفر، هاي مثلا بلغة سي بلس بلس مدام كنتوا ماخذين سي بلس بلس، وعملت له execution على كمبيوتر هذا بي سي، وهذا البي سي كور يو تبعه كور اي 7 من مثلا بدي اقول لك الفيث جينيريشن، اوكي وهذا السي بي يو الكاش له وريفر ما بعرف، والرام له مثلا خلينا نحكي 16 جيجا رام، وهذا السي بي يو يا شباب اونلي وان سنجل كور، بس وان كور، اوكي وان سنجل كور وان لوجيكال كور بس فقط لا غير، وهي مواصفاته. وفي عندي ماشين ثانية هاي عبارة عن سيرفر، والسيرفر هاي فيها طبعا بدل هذا مثلا بي سي عادي فبتلقى عليه 1 سي بي يو، السيرفر هذا عليه 1000 سي بي يو، هذا باورفول سيرفر 1000 سي بي يو بس من نفس النوع، هم كور اي 7 ومن الفيث جنريشن، والكاش لهم متشابه، والرام لنفترض على اساس يعني 16 جيجا على اساس يعني نشوف شو الفرق، وانا في عندي 1000 كور 1000 فيزيكال كور. هلا لو نفذت البرنامج على البي سي ورجعت نفذت البرنامج نفسه على هذا السيرفر، تتوقعوا مين بيخلص بشكل اسرع؟ السيرفر. السيرفر ليش السيرفر؟ لانه الكور في اعلى اكثر، لانه يعني انا في عندي بدل سي بي يو 1000 سي بي يو، اوكي يعني بالمنطق المفروض انه هذا السيرفر فيري باورفل، يعني 1000 مره اسرع من البي سي، هيك المنطق بيقول صح؟ لكن لو جيت جربت الاكسكيوشن راح تلقى انه الاثنين بيخلصوا مع بعض، البي سي هذا اللي عليه 1 سي بي يو بيخلص بنفس الوقت
للسيرفر اللي عليه 1000 CPU. ليش؟ ممكن الأمر بسيط يخلصوا مع بعض، أما مثلاً إشي قوي ممكن السيرفر. لنفترض إنه بدل 1000 سطر أنا في عندي 100,000 line of code، هي كبرتها شوي. تقريباً راح يخلصوا مع بعض. يعني أقول لك حتى لو شفت فروقات، ممكن ما تشوف فروقات إلا فروقات بسيطة. ليش طيب؟ ليش الحكي هذا بصير؟ لأنه البرنامج اللي مكتوب 100,000 سطر هذا اللي تعلمته كتابته so far إله serial execution. serial execution يعني أن البرنامج أنتوا عارفين أنه ما بصير أنفذ statement 2 إلا لما أخلص statement 1، صح؟ synchronous execution يا شباب، صح؟ بعدين بعد ما أخلص statement 2 بنتقل ل statement 3، وبعد ما أخلص statement 3 بنتقل ل statement 4، وبعدين بنتقل. يعني serial execution والstatement بتتنفذ على CPU. CPU بنفذ one statement at a time، صح؟ فالحالة هذولا two machines راح يتنفذوا بنفس الوقت، أوكي؟ أو راح يأخذوا نفس الوقت. ليش؟ لأنه البرنامج هذا بتنفذ ب one thread، وهذا البرنامج اللي بده يتنفذ هنا بده يأخذ one thread، لأنه البرنامج مش مصمم إنه يستفيد من الألف سي بي يو. إذا بدي أخلي البرنامج يستفيد من هالألف سي بي يو ويتنفذ على الألف سي بي يو مع بعض، بدي أكتب البرنامج، بدي أعمل فورك للإكسيكيوشن، بدي أصمم البرنامج بحيث يشتغل على الألف سي بي يو. أنا بدي أكتب هذا الكود، أوكي؟ البرنامج لحاله حسب الكتابة اللي تعلمتوها أنتو so far بسميه single threaded، زي ما تفضل زميلنا على الشات محمد كتب لي أنه البرنامج single threaded، مظبوط. الإكسيكيوشن إله بتم على one single thread. إذا بدي أخلي البرنامج يستفيد من الألف سي بي يو ويخلص بشكل أسرع، أنا بدي أصمم البرنامج بحيث يكون multi threaded. فراح تأخذوا لما تأخذوا الجافا، راح تأخذوا المالتي ثريدينج، المفروض إنكم تغطوها إذا شفت السيلابس، الأصل إنكم تغطوها. فإذا بدك البرنامج يستفيد من الألف سي بي يو ويخلص بواحد بالألف من الإكسيكيوشن البي سي، لازم تكتب البرنامج بشكل مالتي ثريدد بحيث يستفيد من السي بي يوز. فطبعا انا مش راح ادرسكم السينتاكس كيف تكتب المالتي ثريدنج او المالتي ثريدد بروجرام، راح تاخذوه هذا في لغات البرمجه، لكن هنا بس بدي اياك تفهم اللوجيك اللي بيصير. فلو قلت انا مثلا هذول ال 100,000 ستيتمنت بدي يتنفذوا كالتالي، اول مثلا طبعا هو مش كل البرامج بتقدر تنفذها على الألف سي بي يو، مش كل البرنامج بتقدر تعملها concurrent execution، لكن أعطيكم مثال لبرنامج ممكن أنا أعمل له concurrent execution. فبتقول كالتالي، بتقول مثلا لو أنا عندي بالجامعة، أنا في عندي 25,000 طالب، أوكي؟ وبنهاية الفصل هال 25,000 طالب أنا بدي أحسب المعدل، مش بنهاية بعد ما نعتمد العلامات وينتهي الفصل كامل، بحسبوا لك المعدل التراكمي، صح؟ بطلع لك المعدل التراكمي. هلا المعدل التراكمي عملية حسبته عملية مش سهلة. بدي أشوف كل المواد اللي أخذتها، وأشوف قديش علاماتها، وأشوف الأفرج إلها، وأضربها بعدد الساعات وأشوف الأفرج. لكن في مواد ممكن إنك تكون عايدها، فبدي أحسب لك العلامة مثلا آخر علامة. وممكن مواد مثلا انت ما اخذها ومش محسوبيت لك من برا الخطة، ما بدي احسب لها علامة. وممكن مواد ناجح راسب بتشوفها ما لها علامة. فالعملية الاكسيكيوشن وحسبة المعدل مش سهلة، بتأخذ وقت. بديش اقول لك انها يعني عملية معقدة جدا، لكن هاي نحكي انها بتأخذ وقت. فل 25,000 طالب، لو قلت مثلا انه لنفترض جدلا انه عملية حسبة المعدل لكل طالب بتأخذ 1 second، فلل 25,000 طالب معناته أنا بدي 25,000 ثانية.
ال 25 ألف ثانية هذولا كم دقيقة؟ لو بدي أقسم على 60 بدي قديش؟ 400 دقيقة هيك تقريبا. لو قسمناها على 60 هاي راح الصفر، بعدين 2500 على 6 تقريبا 400 وشوي، 420 دقيقة تقريبا أو 415 دقيقة، وقت طويل جدا صح؟ إذا بدي أنفذه على سي بي على بي سي عادي بياخذ وقت طويل جدا. لكن أنا ممكن أصمم البرنامج كالتالي، بقول أنا بما أنه أنا عندي 1000 سي بي يو بكتب الكود، بدي أصمم الكود، بقول له الطلاب ما أنه أنا عندي 1000 سي بي يو صح؟ معناته كل سي بي يو ممكن يحسب ل 25 طالب. فبقول أول 25 طالب الطلاب اللي رقمهم من 1 ل 25 هذول أخليهم على السي بي يو رقم 1، بعدين الطلاب اللي من 26 ولغاية 50 هذول على السي بي يو رقم 2، بظلني أكمل لغاية ما أخلص الطلاب اللي على 25000 هذولا من 24900 خلينا نحكي 76 أو 75 76 هذولا على السي بي يو رقم 1000. بالحالة هاي كل سي بي يو بيحسب المعدلات ل 25 طالب، فالعملية تقسمت. أنا إجاني الأمر هذا إنه أحسب الجي بي يو لكل الطلاب، وأنا بقول له كالتالي، بما أنه أنا عندي 1000 سي بي يو، عندي 25000 طالب، بقول كل سي بي يو المفروض أنه يأخذ 25 طالب. فقسمت هنا، عملت فورك للتاسك. فورك للتاسك شو يعني فورك؟ الفورك زي الشوكة صح؟ فأنا قسمت هذا التاسك، عملت حسبة، أنا عملت ديزاين معين أنه عندي 25000 طالب و1000 سي بي يو، بقول كل 25 طالب قسمتهم، حددت كل طلاب وين لازم يروحوا على سي بي يو معين. اوكي، ففي الحاله هاي انا في عندي 1000 سي بي يو بيشتغلوا بنفس الوقت. اوكي، فالسي بي يو الاول اذا بده ياخذ 1 سكند فهذا اخذ 25 سكند، السي بي يو الثاني اخذ 25 سكند، السي بي يو الثالث اخذ 25 سكند. هذا مجرد ما كل السي بي يوز خلصوا التاسك اللي خاصه فيهم بدي أجي أعمل جوين. هذا خلص ما بنتقل أنا للخطوة الثانية، بستنى الثاني يخلص والثالث يخلص والرابع لغاية ما كل هالألف سي بي يو يخلصوا، بعمل جوين أو بعمل إشي بسميه سينكرونايزيشن. أوكي، بعمل جوين وبنتقل على النكست نود، ممكن تكون النكست نود أكشن نود، ممكن تكون كنترول نود، ما بعرف حسب الديزاين تبعك. لكن هنا أنا استفدت من الألف سي بي يو، قسمت الشغل حسب التاسك اللي موجودة عندي وحسب الريسورسز أو السي بي يوز اللي موجودة عندي، وقلت بدل ما أستغل 1 سي بي يو بدي أستغل 1000 سي بي يو. هلأ إذا ما كتبت الكود بالشكل هذا الكود راح يتنفذ، حتى لو عندك أنت 1000 سي بي يو، حتى لو عندك بدل 1000 سي بي يو، حتى لو عندك 100000 سي بي يو، أنت ما راح تستخدم إلا only 1 سي بي يو. إذا بدك تستفيد من الريسورسز اللي موجودة عندي بدي أكتب البرنامج as a multi-threaded program. أنا بدي أبرمجه، بدي أعمل threads، أعمل creation للthreads، كل thread بقول أعملها execution على CPU معين، وكل thread بدي أعطيها task معين، بدي أقوله أنت thread خذ لي الأرقام من 1 ل 25، أنت خذ لي من 26 ل 50. فهذا بده ينكتب as a code. إذا ما كتبته as a code ما رح أستفيد من الresources اللي موجودة عندي. فبدي أعمل fork للtask، والفورك للتاسك أنا بمثله بالفورك نود. أوكي، الفورك نود، فهاي الفورك نود إشارة المستطيل الأسود بدخلها one input وبطلع لها multiple أو concurrent flows، وكل واحد منهم بيأدي action معين. هلا بعد ما كل الأكشنز يتنفذوا بدي أعمل لهم join. هاي الأكشن هذا تنفذ والأكشن هذا تنفذ، فبدي أجي أعمل join، وإشارة الجوين برضو أو النوتيشن إلها برضو هذا المستطيل الأسود. بعد ما أخلص الجوين بنتقل للنكست نود، ممكن تكون النكست نود أكشن نود، ممكن تكون عبارة عن ديزيجن نود، ممكن تكون عبارة عن أي شيء آخر، ممكن تكون زي الفاينل نود. أوكي تمام يا شباب، اتفقنا؟ عرفت شو يعني الفورك نود والجوين نود؟
فالبرنامج عندي باي ديفولت هو بيجي بتنفذ على سنجل ثريد. اذا بدي استفيد من الريسورسز اللي موجود عندي بدي اخلي البرنامج يتنفذ على مالتيبل ثريدز او مالتيبل كونكرنت ثريدز. فهذا الشيء المفروض اني اعمل له ديزاين انا، والديزاين هذا ممكن امثله انا بالفورك نود والجوين نود داخل الاكتيفيتي دايجرام. اتفقنا يا شباب؟ واضح الامور؟ طبعا مش كل الامور او مش كل الاكشنز بينفع اني اصممها باستخدام المالتي ثريد. هذا الامر راح تاخذوه انتم بالتفصيل بماده او لما تيجوا يعني يشرحوا لكم عن المالتي ثريدد بروجرامينج. يعني مثلا هنا انا لما احسب علامه الطالب رقم واحد، حسبت علامه الطالب رقم 26 ما بتاثر على الرقم واحد. اذا بتاثر عليها معناته ما بينفع اخلي هذول الشغلتين يتنفذوا بنفس الوقت، اذروايز بصير في عندي شيء بسموه ريسينج كونديشن. الريسينج كونديشن لما يكون في عندي يعني تو ثينجز بيعتمدوا على نفس الشيء وواحد يتنفذ قبل الثاني صار في بيناتهم تسابق. فالجي بي اي للمعدل للجي بي اي للطالب رقم واحد هو اندبندنت عن الجي بي اي للطالب رقم 26 هو اندبندنت عن الجي بي اي للطالب رقم 25000. اوكي، بما انهم ما بيعتمدوا على بعض انا بقدر انفذهم بشكل concurrent. فخلينا نأخذ أمثلة عليهم. لاحظ هذا مثال بسيط عن decision node. فهذا processing الميل. بدي أشوف يعني في بعض الميلز بتجيني junk. الميل اللي بيجي اللي تراش أو على الجنك فولدر. والميل اللي ما بيجيني اللي مش junk not classified as a junk email. بدي يعني اوديه على الانبوكس. فببساطه هذا الانيشال نود بقول الجيت ميل وهون عندي الديسيجن نود. لاحظوا اذا كان عندي از جانك هذا البرانش او هذا الايدج عليه هذا الجاردنج كونديشن، اذا كان جانك على طول بعمل بن للميل. بن للميل يعني بوديه للتراش بحذف الميل. اوكي else لاحظوا هذا الالس عباره عن كيورد. else يعني معناته هذا عكس هذا الكونديشن، فهذا يعني not is junk. فممكن أن أكتب not is junk أو ممكن أكتب ال else statement مباشرة. ال else هي عبارة عن keyword. ف else open للميل وهيك بعمل merge للنود. merge للنود هي شبيهة بال end f يا شباب. كيف أنت بتكتب f else end f في بعض لغات البرمجة أو بتكتب إشارة مثلا تسكير القوس مثلا. فهي هاي شبيهة في merge node. بعدين بروح على final node. هذا مثال بسيط عن الكنترول نودز وهذا مثال عن الكونكرنت اكسكيوشن. لاحظ هذا الاكتيفيتي دياجرام تو بروسيس ا برودكت. فلاحظ هنا انا اجاني ديزاين نيو برودكت ولاحظ عملت فورك مباشره. هاي عباره عن فورك نود. قلت مانيفاكتشر البرودكت صنع البرودكت وبنفس الوقت سوق البرودكت. بتشوفوا بعض يعني يعني ممكن التصنيع مثلا بياخذ وقت. اوكي فتصنيع المنتج مثلا بده ياخذ اسبوع. انا ما بعلش اعمل تسويق من الان بقول للناس ترى انا في عندي هذا البرودكت والبرودكت هذا بيسوي واحد واثنين وثلاث وهي صورته وهذا سعره بس وصيني عليه. وانا يعني الماركتينج بقدر امشي ان بارالل بنفس الوقت مع المانيوفاكتشرينج. مش انا بدي اعمل ماركتينج وبعدين بس يوصوني اعمل مانيوفاكتشرينج. اوكي ابلش تصنيع فيه ولا ابلش تصنيعه بعد ما اخلص تصنيعه ابلش تسويقه. بقدر انفذ هذول الشغلتين بنفس الوقت. اوكي فالامور اللي بقدر انفذها بتكون الاكسكيوشن تبعها اندبندنت اوف ايتش اذر. انا ممكن اعملهم كونكرنت اكسكيوشن. فهنا انا عندي تو اكشنز هذول بتنفذوا بنفس الوقت. وطبعا مجرد ما الثنتين يعني مجرد انا ما بقدر يعني ابيع البرودكت قبل ما اكون مصنعه وقبل ما اكون مسوقه. الشغلتين لازم يتنفذوا. فمجرد ما انتهي من تنفيذ الماركتينج للبرودكت واحصل اوردر وبرضه كمان انتهي من المانيفاكتشرنج للبرودكت بقدر اعمل سيل للبرودكت. فبنتقل هذول الثنتين لما يكملوا بعمل جوين. الجوين مرات بسميه ايش سينكرونايزيشن.
هاي الجون نود شو بتعمل؟ بتعمل synchronization للconcurrent flows، وبعد ما أعمل synchronization بنتقل للnext action node وبقدر أعمل sell للproduct. مجرد ما عملت sell للproduct هنا بنتقل حسب المثال هذا للfinal node وبنتهي من تنفيذ البرنامج. Any question؟ أي سؤال يا شباب؟ ممتاز، معناته الأمور يعني لغاية الآن واضحة. خلينا ننهي بهذا المثال عن الـ Object Nodes. يعني بجوز بالمثال اللي شفناه قبل شوي قلت مرات ما بيكون عندي الـ Initial Node موجود، لكن قلت على البوردر بيكون عندي الـ Input Parameter، Input Objects، هذول بسميهم Object Nodes، وعبارة عن input لأوبجكت معين. اوكي، فالانيشال نود مش موجود، لكن على البوردر هذا مثلا الايفنت اللي اسمه كاستمايزد برودكت بروسيس، انا بدي اعمل برودكشن لبرودكت معين، لكن هذا كاستمايزد. كاستمايزد يعني ايش؟ يعني حسب طلب الزبون. انا مش والله بصنع ستاندرد، انا بصنع مثلا هالكاسه هاي، لا، انا بستنى الريكويرمنتس من الزبون. الريكوست بيقول لي بدي كاسة مطبوع عليها كذا وحجمها كذا وشكلها كذا انسو انسو فورث. فلاحظوا هنا انا في عندي الكاستمر ريكوست، والكاستمر ريكوست رسمتها اشارة مستطيل وحطيتها على البوردر لهذا الايفنت، البوردر الخارجي للايفنت. ولاحظ انا في عندي تو انبوت بارامترز، الكاستمر ريكوست وفي عندي البيزنس كونسترينت. يعني المفروض طبعا هنا يعني هذا مثال اوكي، ممكن يكون عندي 1 input object، ممكن يكون عندي 2، ممكن يكون عندي 3 حسب المثال. هنا بقول لي يعني صحيح الكاستمر بيعمل ريكوست، بس برضو انا في عندي بزنس كونسترينت، يعني ما بصير تقول لي بدي كاسه قطرها بترين، وين بدي اجيب لك الماكينه اللي انا في عندي؟ يعني الكاسات يعني ممكن تكون قطرها من 4 سنتي ولغايه 10 سنتي ماكسيموم. هاي كونسترينت، محددات بشتغل عليها، كل بزنس له كونسترينت. اوكي، ف انا عندي هذول تو انبوت بارامترز، مجرد ما يجوني هذول البارامترز بروح على اول اكتيفيتي او اول اكشن، بعمل ديزاين للبرودكت. خلاص انت طلبتني انه كاسه قطرها 5 سنتي ولونها احمر ومكتوب عليها كذا والالوان كذا وانسو انسو فورث، فببلش اعمل ديزاين للبرودكت. ببلش اعمل اول شيء بعمل برودكت سبيسيفيكيشن، عملت السبيسيفيكيشن، قلت بدي اصمم الكاسه اللي كذا وكذا وكذا. وبنفس الوقت انا انتقلت، لاحظوا هنا هذا برضو كمان يعني ممكن انا انتقل لشغلتين بنفس الوقت، هذا ديستريبيوتد اكسكيوشن. طبعا يعني مش كثير بركز عليه الآن لأنه أنتم ما أخذتوا لا البارلل ولا الكونكرنت ولا المالتي ثريدد إكسيكيوشن، لكن هذا المثال لنعرف أو نميز الانبوت بارامترز. فأكسبت البيمنت، والأكسبت البيمنت هاي بده يكون إلها انبوت الأوردر. أوكي، هذا انبوت ثالث بيروح على الأكسبت بيمنت الأوردر، أنه أنت طلبت 10 كاسات وكل كاسة دينار معناته 10 دنانير. مجرد ما أنا عملت أكسبت للبيمنت وعملت البرودكت سبيسيفيكيشن، صممت السبيسيفيكيشن، بقدر اروح واعمل المانيوفاكتشر للبرودكت، ببلش عمليه تصنيع البرودكت. ومباشره لاحظوا هاي مش اكشن نود، هذا عباره عن اوبجكت نود، لكن هذا الاوبجكت اوبجكت ان ستيت، حطيت ايش؟ ستيت للاوبجكت، انه هذا الاوبجكت اللي اسمه اوردر، الاوردر حاليا هنا كان انعمل الاوردر، لكن هنا الاوردر صارت حالته paid، انه مدفوع هذا الاوردر. اوكي، مجرد ما صار الاوردر مدفوع وانتهيت من عمليه المانيوفاكتشرنج للبرودكت، بروح بعمل ديليفرنج للبرودكت، بنفذ هذا الاكشن نود. وبعد ما اعمل ديليفرنج للبرودكت الاوردر هذا صار اوبجكت. اوكي، صار الاوردر هذا حالته ديليفرد، انه اوكي تصنع وتوصل ل الكاستمر. للأمانة يعني أنا الأوبجكت إن ستيت هذا ما رح أسألكم عنه في الامتحان، لكن شرحته لأنه في المستقبل أنت رح تأخذ هاي الأمور كلياتها، وبعد ما تأخذ يعني كل هالأدفانسد لوجيك أو هالأدفانسد كونسبتس، يعني ممكن تمر على
activity diagram معين، فالactivity diagram بيكون عليه هالinput parameters والoutput parameters عشان تعرف تقرأه في المستقبل. لكن هذا المثال تحديد شو طالبكوا فيه لغايات الامتحان. Any question يا شباب؟ أي سؤال؟ أي استفسار؟ كل شيء دكتور. واضح؟ تفضل. ممكن أسألك سؤال بس أكيد. مش عن الدرس. طيب بس ثواني، في أي سؤال عن الدرس أول شيء قبل ما ننتقل، لأنه أنا هون بدي أنهي يعني الدرس، ما راح أعطي شيء جديد. في أي سؤال عن الدرس؟ تمام. طب تفضلي، إيش سؤالك؟ دكتور بالأسامي، أنت طالب منا الديسكريبشن تاع ال اليوز كيس ديسكريبشن. هلا في اشياء الانكلود والاكستند لازم نعملهم برضو مع يعني لازم نعملهم برضو ديسكريبشن، ولا بس خلص اللي انت طالبه؟ اكيد اذا انا الديسكريبشن تبعي فيه خلينا نحكي انكلود، ما انا اعطيتك ديسكريبشن، هالديسكريبشن ممكن يكون في انكلود يوز كيسز او ممكن يكون عندي اكستند يوز كيسز. اوكي لا هلا الديسكريبشن دقيقه شوي، انا اعطيتك ديسكريبشن، اما اليوز كيس ديسكريبشن هذا بس البوك ابوينتمنت، يعني اليوز كيس ديسكريبشن اللي فيه للبوك ابوينتمنت حكيت لك اياه صح. اليوز كيس ديسكريبشن انه فيه اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، بدك تحط شو هم الاكتورز، بدك تحط شو هم خلينا نحكي the flow of events، the pre condition والpost condition والbrief description، هذا اليوز كيس. هلا اذا البوك ابوينتمنت فيها انكلود او اكستند، مركز معي؟ اوكي انا مش مطالبك في اليوز كيس ديسكريبشن للانكلوجن يوز كيس او للاكستنشن يوز كيس، انا بدي بس لهالبيز يوز كيس. تمام، بس بدك تكتب انه انكلود، اذا انت طلع معك انه البوك ابوينتمنت انكلود كذا باليوز كيس ديسكريبشن، بدك تحط الخطوه رقم 5 انه انكلود الاكسكلوشن لليوز كيس اللي اسمها كذا. اوكي بس ما بطالبك بالديسكريبشن لها. تمام ممتاز. Any other question يا شباب؟ كل شيء واضح؟ دكتور سؤال بس. اكيد تفضل. هل الهومورك 2 على لو مثلا بدي احاول مثلا اراجع معلوماتي واحاول مثلا اشتغل كويس، يعني شو هو مثلا شو المراجع اللي بقدر ارجع له يعني اقوي حالي؟ اول شيء شرح المحاضره، يعني بشرح المحاضره انا اعطيتك بجوز كم مثال، بجوز 10 امثله مختلفه، يعني هذا لحاله كافي او مور ذان انف للهوم ورك. الاماني مور ذان انف اذا انت شفت انه هالعشر امثله اللي شرحناهم، بجوز 10 او اكثر بجوز شرحناها، اذا شفت انهم غير كافيين، في عندك الكتب، في عندك لو ترجع للسيلابس في عندك 3 كتب. اوكي هالثلاث كتب فيهم مجموعه امثله اضافيه، وفي عندك فيهم questions، يعني هذول بيعطوا. اذا ما شفت انه حتى بجوز اكثر من 3 كتب موجود. اوكي اذا لا عجبك لا هذا ولا هذا، عندك الانترنت، يعني المراجع غير محدوده فيه. تمام مشكور. اني اذر كويستشن، ثاني اذر كويستشن يا شباب؟ طيب ما في اي سؤال، الله يعطيك العافيه. نوصل لنهايه المحاضره هون ونكمل ان شاء الله في المحاضره القادمه. شكرا لكم شباب.